احافظ على اتفضل. كلمة حتته دي. مفيش لعيب في العالم يبقى هو يلعب يمين بس، يعني مفيش حاجة، يعني انا دي وجهة نظر، يعني مفيش حاجة ان انا زيزو يلعب يمين. طب لا، زيزو يلعب يمين وكل اللي وشمال. في نفسك هرد عليك، ما تخافش. لا، زيزو يلعب يمين وشمال، يعني هو كده كده لازم يبقى عنده اللامركزية، يروح هنا او هنا، لازم يتحرك في دي. هو انت بتقول النقطه ان هو بيبقى كويس ناحيه اليمين وبيجيد ناحيه اليمين، دي حاجه. انت كمل بس وانا هرد عليك. بص بيصدق هو. لا مش مصدق، ما انا هرد عليه. يعني عارف انت بيبقى كويس ناحيه اليمين، فعشان كده الناس كلها بتقول زيزو ناحيه اليمين. انا اسالك سؤال. انت عندك باكين ليفت كويسين قوي، وعندك جناحين ليفت كويسين قوي، وعندك جناحين رايت كويسين قوي، تمام؟ محتاج ان انت تغير مكانهم عشان تقول لا مركزيه، ولا تلعب كل واحد في مكانه طالما هو في حتته كويس؟ اللي انت بتقوله ده بقى، ده مع ان انا ما عنديش، يعني انا النهارده ليه بقول يوسف اسامه نبيه؟ يوسف اسامه نبيه اصلا ده مكانه، يعني هو اصلا بيلعب ناحيه الشمال وده مكانه، وهو بيجيد في الحته دي، وانا عندي زيزو اصلا بيجيد في الحته دي، فمش محتاج ان انا احطه ناحيه الشمال. المشكله لما مثلا في لا المشكله لا الماتش ده يروح لا يعني انت النهارده لا لا حتى انت لما يكون المدافع مركز معاك، انا كباك ليفت او باك رايت ابقى مركز معاك قوي، ويجي لعيب تاني انت بتتفوق عليه. هو زيزو خد احسن لاعب في مصر ليه السنه من اي اتجاه، من اي حته، من ناحيه اليمين. كل الناس عارفه ان زيزو خطر جدا من ناحيه اليمين، ورغم ذلك كان بيعدي وكان بيعمل شغل.